بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في المحاضرة الفائتة عند رؤى ثلاث في قضية مقاصد الشريعة الإسلامية. تكلمنا فيما سبق عن أهمية المقاصد بالنسبة للداعية وبالنسبة للفقيه، وتكلمنا عن أنواع من الفقه. هذه الأنواع تستظل بمظلة فقه مقاصد الشريعة، كفقه المآلات وفقه الموازنات وفقه الأولويات وفقه النوازل وفقه الاختلاف إلى آخر ما هنالك مما يتطلبه واقعنا المعاصر. ثم تكلمنا عن أن هذه المقاصد إما أنها محصورة في خمس، كما قال علماؤنا الأقدمون رضي الله عنهم: المحافظة على الدين والنفس والعقل والنسل والمال. وقلنا زاد الإمام القرافي رضي الله عنه العرض، وزاد كثير من المعاصرين: حقوق الإنسان والحرية والعدالة وأمن الوطن. وتكلمنا بأن أمن الوطن أمر لا بد منه، إما أنه وعاء لهذه المقاصد أو للمحافظة على هذه المقاصد، وإما أنه مقصد قائم بنفسه. ثم تكلمنا عن كيفية الوصول إلى مقاصد الشريعة الإسلامية، وقلنا هناك طريقان: الطريق الأول تتبع الجزئيات لكي نصل إلى الأمر الكلي، وهذه طريقة الإمام الغزالي رضي الله عنه في كتابه المستصفى في أصول الفقه، وكذلك طريقة الشاطبي في كتابه الموافقات. والطريق الثاني أننا نتتبع النصوص المعللة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية لكي نقف على مقصد الشرع ولكي نقف على حكمة التشريع. وقفنا عند رؤى ثلاث في قضية مقاصد الشريعة الإسلامية، لكن قبل أن نبدأ في هذه الرؤى لابد أن نقول: النظرة الواعية للداعية أو للفقيه أن يكون المقصد نقطة ارتكاز يدور من حولها النص. لابد أن يضع الداعية يده على نقطة الارتكاز، وهي المقصد من تشريع هذا الحكم. لكن هنا يجب أن ننبه إلى أمرين حتى لا تلتبس الأمور. الأمر الأول أن دوران النص حول المقصد لا يعني أننا نخرج بالنص عن الضوابط اللغوية. والأمر الثاني أننا ينبغي ونحن نلتفت إلى المقصد ألا يعود المقصد على تشريع الحكم بالإبطال. فمثلا قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فنجد أن الحكمة من تشريع هذا الحكم وهو فرضية الصلاة أن هذه الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا ما قال لنا إنسان: ها أنا ذا أترك الفحشاء والمنكر، فمن ثم أنا لا أقرب الفواحش ولا المنكرات، فأنا لست في حاجة إلى الصلاة، نقول هذا المقصد باطل وهذا الفهم باطل، لأنه يعود على تشريع الحكم، على فرضية الصلاة، وهي مفروضة فرضا قاطعا وهي من ضروريات الدين. يعود عليه هذا الفهم، يعود على هذا النص بالإبطال، ومن ثم نحن لا نعطل النص من أجل المقصد، بل نحن نعمل بالنص ونبحث عن حكمة التشريع. ولعل ذلك يتضح ويتبلور بوضوح عندما نتكلم عن الرؤية الثالثة
وهي الرؤية المنهج الوسط الذي يتمسك بالحكم ويبحث له عن المقصد. نعود فنقول الرؤية الأولى وهي الرؤية النصية، وهذه الرؤية هي من الخطورة بمكان. هذه الرؤية يتمسك أصحابها بحرفية النص غير متجاوزين الحرفية إلى الأعماق والمقاصد، فهم يقفون عند ظاهر النص ولا يعملون عقولهم فيما بعد الظاهر إطلاقا. يعني هؤلاء لا ينظرون إلى تعليل الأحكام، ولا ينظرون إلى مقصد الشرع، ولا ينظرون إلى حكمة الشرع، لكنهم حرفيون يقفون عند حرفية النص، لا يتجاوزون هذه الحرفية بحال من الأحوال. والنصيون في عصرنا الشاهد ليسوا سوى امتداد طبيعي للظاهرية القدامى، وكان على رأسهم داود بن علي الظاهري وابن حزم. وإن تعجب فمن هؤلاء النصيين، فعجب ما كان من ابن حزم رحمه الله في موقفه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: البكر تستأذن وإذنها صماتها. أنا أضرب مثالا على هذه الظاهرية الجامدة التي تقف عند حرفية النص، ونضرب مثالا كان في القديم، أي ذكره ابن حزم في كتابه المحلى، وسوف نذكر أمثلة للواقع المعاصر فيما بعد. ابن حزم وقف عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: البكر تستأذن وإذنها صماتها، يعني البنت البكر إذا ما قال لها أبوها تتزوجين بفلان، فالنبي عليه الصلاة والسلام يصف حياء هذه البنت بأنها تصمت ولا تتكلم، مراعاة لحيائها ولبكورتها أو لبكارتها. لكن ابن حزم من العجب يقول بأن هذه البنت لو سألها أبوها أتتزوجين بفلان فقالت نعم أتزوجه وتم العقد، فابن حزم يقول العقد باطل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذنها صماتها، ولم يفطن ابن حزم إلى الحكمة وإلى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال وإذنها صماتها كان يعبر عن حياء البنت، وأن الحياء يمنعها من الكلام. فإذا ما نطقت البنت وقالت نعم أتزوج فهذا من باب أولى، فالنكاح صحيح عند أو الزواج صحيح عند جماهير العلماء. ولذلك لم يلتفت جمهور العلماء من قديم إلى الآن إلى كلام ابن حزم الظاهري، لأنه وقوف عند حرفية النص دون أن يتغلغل ابن حزم رحمه الله في بواطن النص وفي أسرار النص وفي مقصد النص وفي الحكمة من النص. والمتأمل في نتاج هذه الرؤى أو هذه الرؤية، رؤية الظاهرية، رؤية الحرفية، الرؤية الجامدة، يجعلها تتميز بأمور ينبغي أن نلتفت إليها. الظاهرية في الوقت المعاصر، الحرفيون في الوقت المعاصر، النصيون في الوقت المعاصر، أي الذين لا يعملون المقاصد ولا يعملون عقولهم ولا يبحثون عن أسرار الشريعة الإسلامية، هؤلاء لهم علامات. العلامة الأولى التزمت الشديد الذي يقود إلى جحود مرئيات الآخرين. تجد أن الشاب أو الرجل من هؤلاء الحرفيين تجد أنه متزمت، وتجد أنه متشدد، وتجد أنه لا يعرف إلا الرأي الواحد فقط، والرأي الواحد الذي يفهمه هو، وكأن الشريعة الإسلامية نزلت على وفق ما يفهم هو، فما يفهمه هو هو شرع الله وحكمه، وما لا يفهمه هو
هو لا يعرفه وينكره ويتعصب لرأيه فقط. رغم أن فقهاءنا القدامى رضي الله عنهم يقولون، وعلى رأس هؤلاء الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: رأينا صواب يحتمل الخطأ، ورأي مخالفنا خطأ يحتمل الصواب. رأينا صواب، الشافعي يقول رأينا صواب يحتمل الخطأ، ورأي مخالفنا خطأ يحتمل الصواب. أنت لا تجعل الحق حكرا عليك وحدك. فهؤلاء الظاهرية، هؤلاء الحرفيون في وقتنا المعاصر، العلامة الأولى التزمت الشديد الذي يقود إلى جحود مرئيات مخالفهم. وكأن الصواب كما قلت حكر عليهم وحدهم، وكأن الله عز وجل أنزل الشريعة الإسلامية على وفق عقولهم وعلى وفق أفهامهم فقط. الأمر الثاني على عكس روح الشريعة، روح الشريعة أيها السادة تأمر باليسر ولا تريد العسر، والشريعة الإسلامية ترفع عن الناس الحرج. فالله عز وجل يقول لنا في القرآن الكريم: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فهذا الحرج مرفوع في الشريعة الإسلامية، والفقهاء من قديم عندهم قاعدة كلية كبرى من قواعد الفقه تقول: المشقة تجلب التيسير. فالشريعة مبناها على اليسر، والشريعة مبناها على التيسير، والشريعة مبناها على رفع الحرج. لكن هؤلاء لا يعرفون اليسر ولا يعرفون التيسير ولا يعرفون رفع الحرج. على عكس روح الشريعة هم يعرفون التزمت ويعرفون التشدد فقط. وإذا سألتهم في أي مسألة كانت الإجابة حرام، كلما سألت في مسألة حرام حرام حرام. رغم أننا لو عدنا إلى القرآن الكريم وإلى السنة النبوية المطهرة وإلى فقهاء الشريعة الإسلامية نجد أن المباحات أكثر بكثير من المحرمات، ونجد أن الحلال أكثر بكثير من الحرام. دائرة الحرام محصورة، المحرم القطعي ذكره الله عز وجل في نقاط محددة، والمحرم الظني مذكور أيضا في نقاط محددة. أما المباح فهو الأصل، وأما الإباحات فهي كثيرة في الأشياء. لكن هؤلاء الحرفيين من تشددهم وتزمتهم وعنتهم يقولون في كل شيء حرام مكروه، حرام مكروه، حتى شعر الناس بالضيق، وشعر الناس بالحرج، وشعر الناس أن هذه الشريعة الميسرة وأن هذه الشريعة التي جاءت لمصلحة الإنسان إنما جاءت في رأي هؤلاء لكي تخنق الإنسان وتضيق دائرته وتجعله يعيش في حرام وفي حرج وفي عسر دائم. الأمر الثالث من علامة هذه المدرسة أنهم لا يكتفون بجحود آراء مخالفيهم، بل الخطورة أنهم يجنحون إلى تكفير المخالف. وقضية التكفير هي من أخطر القضايا التي تهدم المجتمعات الإسلامية. أخطر كلمة ينطق بها الإنسان عندما يكفر أخاه الإنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام يحذر أن ينطلق لسان الرجل في أخيه بكلمة الكفر. وهؤلاء مصيبتهم الحرفيون أنهم قد يكفرون الناس بالمعاصي وقد يكفرون الناس بالكبائر. المجتمع يشرب الخمر، المجتمع يأكل الربا، المجتمع فيه الفواحش، هذا المجتمع في رأيهم لا يطبق شرع الله، هذا المجتمع كافر، ويترتب على هذا المجتمع حلال الدم وحلال المال، وهكذا من الأفكار التي لا يعرفها الإسلام الحنيف. المعاصي لا تكفر،
المعاصي لا تخرج العبد من دائرة الإيمان، المعاصي تفسق لكنها لا تكفر، بمعنى أن الإنسان الذي يشرب الخمر وهو غير جاحد لتحريمها فإنه يكون عاصيا لله عز وجل لكنه لا يكفر. وقس على ذلك الكثير من الأمور. لو عدنا إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم هو يحدثنا عن قضية القتل، وقضية قتل النفس من الكبائر وهي من المحرمات، فنجد أن الله عز وجل يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. لاحظوا أيها الإخوة أن الله عز وجل يقول: وإن طائفتان من المؤمنين، لم يسلب وصف الإيمان عن الطائفتين وهم يقتتلون. وكما قلت القتال أو القتل من الكبائر، من كبائر الذنوب أن يعتدي الإنسان على نفس إنسان. والله عز وجل يقول لنا في البيان القرآني: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فالاعتداء على أنفس الناس وعلى حياة الناس من كبائر الذنوب، ومع ذلك فإن ربي سبحانه وتعالى بنص القرآن الكريم لم يسلب وصف الإيمان عن الطائفتين. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث الصحيح: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. إذا التقى المسلمان، ولم يسلب النبي عليه الصلاة والسلام وصف الإسلام عن الإنسان الذي يقتل. إذن المعاصي لا تكفر، المعاصي تفسق فقط. ومع ذلك فالذين يرتكبون كبائر الذنوب هم في رحمة الله وهم في مشيئة الله، إن شاء سبحانه وتعالى عاقبهم في الآخرة وإن شاء عفى عنهم. هذه عقيدة أهل السنة، نحن لا نكفر بالذنوب، فالمعاصي لا تخرج العبد من دائرة الإيمان. وفي كتب العقيدة الإسلامية يقولون كما في الطحوية وغيرها: لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحد ما أدخله فيه. يعني الإنسان يدخل الإسلام بالنطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يخرج من الإسلام إلا بجحد هاتين الشهادتين أو بجحد إحداهما. لكن كونه يرتكب ذنبا من الذنوب هذا لا يخرج العبد من الإسلام. فينبغي أن نفقه هذه الأحكام، لأن الجماعات المتطرفة والإرهابية والتكفيرية تكفر المجتمعات بالمعاصي وبالذنوب. ومن المعلوم أنه لا يخلو عصر من العصور ولا مجتمع من المجتمعات عبر القرون، منذ عصر الصحابة الكرام إلى يومنا هذا إلى قيام الساعة، لا يخلو مجتمع من معاصي. تلك طبيعة الإنسان الذي ركبت فيه الأهواء والشهوات والملذات والأهواء وطغيان النفس البشري. فالإنسان فيه كتلة من الأهواء، من المعاصي، من المشاعر، من الملذات، من حب النفس، من إلى آخره. هذه تجعله يزل وتجعله يعصي، والله عز وجل يغفر، فهو الغفور سبحانه وتعالى يغفر هذه الذنوب من العبد. فالقضية الخطيرة أن هؤلاء الحرفيين لا يقفون عند مخالفتهم لآراء العلماء، لكن الخطورة أنهم ينتقلون بذلك إلى رمي مخالفيهم بالكفر، وإلى رمي المجتمع بالكفر، وإلى رمي الناس بالكفر، ويترتب على هذا عندهم استحلال الدم واستحلال المال واستحلال العرض،
وكل ذلك لا تعرفه الشريعة الإسلامية المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى. من علامة هؤلاء أيضا إثارة الفتن في المجتمعات، فأنت لا تدخل مسجدا للصلاة إلا وتجد بعض هؤلاء يثيرون الفتن وزعزعة الأمن بإحداث آراء، كما قلت منذ قليل هم يعتقدون أنها هي الصواب ويريدون أن يفرضوا هذه الآراء على الناس، فتحدث معارك في المساجد وتحدث معارك في البيوت في الأسرة الواحدة وتحدث معارك في المؤسسات بسبب خلاف فقهي هو يريد أن ينزل الناس على حسب فهمه هو أو على حسب ما سمعه من شيخه هو، ضاربا بكل أقوال العلماء أو برأي المخالفين من العلماء، ضاربا بذلك كله عرض الحائط. نحن نريد أن نفقه قاعدة فقهية في هذا المقام. العلماء يقولون لا ينكر لمختلف فيه إنما ينكر لمجمع عليه، هذه قاعدة فقهية. ما معنى هذه القاعدة؟ ما معنى أنه لا ينكر لمختلف فيه وإنما ينكر لمجمع عليه؟ أي الأمر الذي فيه خلاف بين العلماء لا يصح أن ينكر أحد الناس على الآخر. أضرب لذلك مثالا سريعا يتضح به الكلام. لمس المرأة مثلا، هل هو ينقض الوضوء؟ فالإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يقول لمس المرأة لا ينقض الوضوء. فلو أن الإنسان لمس امرأة قبل صلاة الجمعة أو قبل الصلاة ثم صلى آخذا برأي أبي حنيفة فلا حرج عليه. وهذا يعني يسعفنا في كثير من الأمور. الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول بأن لمس المرأة ينقض الوضوء. افرض أنك تبنيت الرأي الذي يقول بأن لمس المرأة ينقض الوضوء، لا ينبغي أن تعترض على من أخذ برأي آخر وهو أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. ليه؟ لأن هذا أمر مختلف فيه ولا ينكر لمختلف فيه. أي الأمور الخلافية التي حدثت بين الفقهاء وبين العلماء أنت لا ينبغي أن تنكر في هذه الأمور. متى يتأتى الإنكار؟ يتأتى الإنكار في الأمر المجمع عليه، يعني الأمر المحرم على سبيل القطع، هذا الذي يتأتى فيه الإنكار. ولا أيضا أنبه إلى نقطة مهمة، عندما أقول يتأتى الإنكار في الأمر المجمع عليه فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط، وينبغي أن نعلم هذه الشروط حتى لا يظن الإنسان أنه إذا رأى منكرا مجمعا عليه أنه يقوم ويغير هذا المنكر، بل هذا له شروط وله ضوابط تعرف في كتب الفقه. لعل واحدا يقول هذه الخلافات الفقهية التي تقولون بأنه لا ينكر فيها من أين جاءت؟ هذه جاءت من طبيعة النص القرآني، فالنص القرآني بطبيعته اللغوية كما يقول العلماء عام مرن، يعني يحتمل عدة أوجه من الأوجه في الاستنباط. بمعنى أننا نقول النص القرآني قطعي الثبوت. ما معنى أنه قطعي الثبوت؟ معناه أنه أي هذا النص نحن نجزم قطعا طبقا لدلائل علمية أن هذا النص الذي نقرأه الآن في المصحف هو عين النص الذي نزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دون تحريف ولا تزييف ولا زيادة ولا نقصان. المصحف الذي بين أيدينا الآن هو عين المصحف الذي كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عين القرآن الذي نزل به جبريل من الله سبحانه وتعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا معنى أن النص القرآني قطع الثبوت، لا احتمال في ثبوته،
قطع الثبوت، نحن نجزم بأن هذا النص القرآني منزل من عند الله سبحانه وتعالى، وذلك للدلائل العلمية العقلية المنطقية القطعية، لكن المقام لا يتسع للحديث عن هذا الآن. الكلام الآن في دلالة هذا النص، يعني فيما يدل هذا النص القرآني عليه. فهناك دلالة في القرآن الكريم، دلالة قطعية، فالله عز وجل عندما يقول تلك عشرة كاملة، هذا نص قطع الثبوت وقطع الدلالة، لا يحتمل تسعة ولا يحتمل 11، إنما هي عشرة كاملة. لكن هناك دلالات في القرآن الكريم ظنية تحتمل عدة أوجه وتحتمل عدة تفسيرات. فالله عز وجل مثلا عندما يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فلفظ القرء يرد في لغة العرب بمعنى العادة الشهرية، ويأتي في لغة العرب بمعنى الطهر. فهناك من يقول ثلاثة قروء ثلاثة أطار، وهناك من يقول ثلاثة قروء ثلاثة حيضات. هذا أمر خلافي، الدلالة القرآنية تختلف. لعل واحدا يقول ومن أين تأتي الدلالة القرآنية المختلفة؟ نقول من طبيعة اللغة، فاللغة العربية حمالة أوجه، واللغة العربية فيها الحقيقة وفيها المجاز، واللغة العربية فيها الصريح وفيها الكناية، واللغة العربية فيها النص وفيها الظاهر، واللغة العربية فيها اللفظ المشترك، واللغة العربية فيها اللفظ المجمل، واللغة العربية فيها دلالة النص وفيها عبارة النص وفيها إشارة النص وفيها دلالة الاقتضاء. كل هذه الدلالات العربية جعلت الفقهاء وهم ينظرون في القرآن الكريم وفي السنة النبوية يختلفون طبقا لطبيعة اللغة العربية. ومن هنا فمن أراد أن يعني يجمع الناس على رأي واحد وأن يقضي على الخلاف في الأرض، عليه أولا أن يقضي على عقول الناس المختلفة، وعليه ثانيا أن يقضي على لغة العرب التي تحتمل من الأوجه الكثير. لا يمكن في منطق العقل أن يجتمع الناس على رأي واحد نظرا لاختلاف العقول، ولا يمكن أن يجتمع الناس في الشرع على رأي واحد نظرا لاتساع اللغة. بل أعود فأقول بأننا لو رجعنا إلى العصر الأول، إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام، نجد أن الصحابة الكرام اختلفوا في وجود، أي في عصر النبي عليه الصلاة والسلام وفي وجوده. كلنا يعرف الحديث أنه صلى الله عليه وسلم عندما قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، والصحابة وهم في الطريق إلى بني قريظة منهم من فهم الحديث على ظاهره، وهو أنهم لا يصلون العصر إلا عندما يصلون إلى بني قريظة. لكن المغرب دخلت في الغروب وكاد الوقت أن يخرج، فقال البعض لابد أن نصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد أننا نسرع في الطريق، لكنه لا يقصد أن تضيع علينا الصلاة وأن يخرج وقت العصر. فبعض الصحابة صلى في الطريق، والبعض الآخر تمسك بظاهر النص وقال لا نصلي إلا في بني قريظة كما أمر صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يخطئ هؤلاء ولا هؤلاء، وحدث الخلاف بين الصحابة الكرام. ومن درس المواريث يعلم الخلاف في بعض القضايا بين ابن عباس وبين غيره من الصحابة الكرام في قضية الميراث. المهم أننا نقول بأن الخلاف طبيعة بشرية، وبأن الخلاف ناتج من عقول مختلفة ومن أفهام مختلفة، وبأن الخلاف ناتج من طبيعة اللغة المتسعة جدا، وكما قلت التي فيها الحقيقة وفيها المجاز، والإنسان عندما يسبر أغوار هذه اللغة بالتالي يسبر أغوار النص القرآني. فهنا لابد أن نصل إلى نقطة مهمة، وهي أن هؤلاء الحرفيين لا يريدون إلا رأيا واحدا فقط، ويحدثون زعزعة
ويحدثون فتنا في المجتمع الإسلامي، خصوصا إذا كنا نعيش في مجتمع يعيش فيه غيرنا من غير المسلمين ممن يشاركوننا فيما يسمى في الوقت الحاضر بفقه المواطنة. لعلنا نصل إلى النقطة الأساسية في علامات هؤلاء الحرفيين، نجد أن كل هذا الذي ذكرناه من التشدد والتزمت والتعسير على الناس والتشديد على الناس ورمي المخالفين بالكفر ولا يعبؤون بما يقول إليه الأمر من إثارة الفتن ومن إثارة الخير، كل ذلك ناتج من سوء الفهم، كل ذلك ناتج من الجهل بمقاصد الشريعة، وكل ذلك ناتج من حرفية الفهم. ولذلك لعلنا لا نتجاوز الحقيقة إذا اعتبرنا أن هذه الأمور لا تنبثق إلا من حرفيتهم في التعامل مع النصوص ومن غرورهم واستبدادهم بآرائهم. ونبه إلى نقطة في غاية الأهمية، العلماء المتخصصون في الشريعة الإسلامية وفي علوم الشريعة الإسلامية يقرؤون مئات الكتب ويقرؤون مئات المراجع، والإنسان يقضي عمره 60 أو 70 منذ أن يدخل الأزهر الشريف وهو طالب صغير إلى أن يلقى الله في 60 في 70 في 80 في 50 حسبما يقضي الله عز وجل، وهو يعني غارق في الكتب وفي قراءة القرآن وفي السنة وفي استنباط الأحكام، ومعه الأدوات التي يفهم بها كتب أهل العلم، معاه اللغة من النحو والصرف والبيان والمعاني والبديع وعلم الوضع وعلم الاشتقاق والأدب العربي والشعر العربي والمنطق والفلسفة وأصول الفقه وعلوم القرآن وعلوم الحديث والفقه إلى غير ذلك من العلوم. العجب على الطرف الآخر، نجد أن الإنسان ربما قرأ كتيبا أو قرأ كتابا أو قرأ كتابين أو قرأ عدة كتب ويظن أنه صار من العلماء الكبار. فرق أيها الإخوة بين العلم وبين الثقافة، العلم نسق متكامل، أما الثقافة فأنت تعرف شيئا من كل شيء. أضرب لذلك مثالا، لو أن إنسانا غير متخصص في الطب وحافظ على أن يشتري مجلة طبيبك كل شهر ويقرأ هذه المجلة ويعرف عن الطب ويعرف عن أمراض المعدة وعن القولون وعن الجهاز العصبي وعن إلى آخره، هل نستطيع أن نأتمن هذا الإنسان على أن يعالج الناس رغم أنه كل عام يقرأ في كتب طبية؟ هذه ثقافة، بخلاف الطبيب الذي درس في الجامعات، درس علما متكاملا ونسقا متكاملا. أما أننا نعتمد على إنسان يقرأ مجلة طبيبك أو يقرأ بعض المعلومات في النت عن الطب أو في بعض الكتب أو في بعض المجلات، أعتقد أن العقلاء لا يثقون في فهم هذا الإنسان، ولا يمكن أن يصير هذا الإنسان طبيبا معالجا لأمراض الناس. كذلك الأمر بالنسبة لعلم الشريعة الإسلامية، غير المتخصص الذي يقرأ من هنا ويقرأ من هناك، هو يقرأ ربما تتكون لديه ثقافة وربما تتكون لديه معلومات، لكن العبرة ليس بكم المعلومات، العبرة كما يقول المناطق بالكيف لا بالكم. العالم الذي يقرأ وهو متخصص فإنه يفحص وهو يقرأ عدة آراء، يعرف أن هذا الرأي ضعيف وأن هذا الرأي شاذ وأن هذا الرأي يتعارض مع مقصد الشرع وأن هذا الرأي يعود على الناس بالتشدد بالحرج إلى آخره. لكن المثقف يقرأ وربما كل ما يقرأ شيئا يعتقد أنه صواب. هذه النظرة للأسف الشديد هي موجودة عند كثير من الحرفيين الآن،
يذهب إلى كتاب فيقرأ حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام ويظن أن هذا الحديث يجب أن يعمل به، رغم أن هذا الحديث قد يكون منسوخا، أن هذا الحديث ربما يكون له حديث آخر مخصص، وسوف نضرب أمثلة فيما بعد. قد يكون هذا الحديث مطلق له مقيد، قد يكون هذا الحديث مجمل له مبين، قد يكون هذا الحديث نسخ حكمه، إلى آخر ما هنالك من الأدوات التي تدور في عقلية المتخصص وفي عقلية الفقيه وفي عقلية العالم وهو يفتي الناس أو وهو يصرح بالحكم الشرعي للناس. أنت لا تظن أن العالم عندما يفتي أو يتكلم، العالم الحاذق، العالم الراسخ الذي درس أصول الشريعة الإسلامية، عندما يفتي الناس أنه يتكلم هكذا، ليس هو على نمط الطبيب المثقف الذي يقرأ مجلة طبيبك، إنما هو رجل كما قلت قضى عمره في فهم الأدوات التي تجعله فاهما لنصوص الشريعة الإسلامية. أخلص من هذا إلى أمر مهم، ليس كل من قرأ كتابا أو قرأ بعض أجزاء القرآن الكريم أو حتى حفظ القرآن الكريم أو قرأ بعض الأحاديث النبوية يظن أنه صار من العلماء. وللأسف يجب على المجتمع أن يلتفت أن مش كل إنسان يتكلم أمامنا بحديث أو عدة أحاديث أو على هيئة معينة أنه يصلح للعلم وأنه يصلح للفهم وأنه يصلح أن يفتي الناس وأنه يصلح أن يكون داعية في الناس، إنما الدعوة إلى الله تحتاج إلى فقه وتحتاج إلى فقه عميق. أما أن نفتح الباب على مصراعيه لكل من قرأ كتابا أو لكل من قرأ عدة كتب على أن يتكلم في الشريعة الإسلامية فهذا من الخطورة بمكان. الأخطر من ذلك كما قلت الغرور، أن من قرأ كتابا أو كتابين أو عدة كتب يحدث له الغرور ويظن أنه صار من الفقهاء وأنه صار من العلماء. نعود إلى أبرز ما تستند إليه هذه الرؤية، الرؤية الحرفية، الذين يقفون عند ظواهر النص دون أن يغوصون في أعماق النص. ما الرؤية؟ الأمر الأول الوقوف عند ظاهر النص وإبطال عمل العقل في اكتناه معاني النص وأسراره ومقاصده. يعني هؤلاء يحاولون دائما أن يتمسكوا بحرفية النص دون أن يعملوا العقل ودون أن يعملوا الفهم ودون أن يغوصوا في مقاصد الشريعة، هؤلاء يلغون العقل. لكن هنا نحب أن ننبه إلى أمرين اثنين. نحن نود أن ننتبه إلى أن مأخذنا على هذه الرؤية المتمثل في أنها تبطل العقل لا يعني أن يقف العقل نديدا محادا للنص، بل يعني أن يستلهم العقل شتى جوانب النص وأن يستثير الحوارات حول كل ما يمكن أن يستشف من النص. يعني نحن عندما نعمل عقولنا في فهم النص، نعمل عقولنا في فهم أسرار النص، نعمل عقولنا في فهم مقاصد النص، لكن لا يقف العقل ندا للنص ولا يقف العقل محادا للنص، إنما العقل يعمل في دائرة الفهم، أما النص إذا ثبت فهو نص مسلم. إذا كان القرآن الكريم كما قلنا وهو قطعي الثبوت يقينا من عند الله عز وجل، فإن العقل الإنساني يعمل في فهم هذا النص وفي إدراك مقصده وفي إدراك أسراره، لكن لا يقف العقل نديدا وندا
للنص يقف أمام هذا النص معارضا، خصوصا إذا كان النص واضح الدلالة. إذا كان النص قطعي الثبوت واضح الدلالة فأنت لا تقف معارضا لهذا النص، إنما كما قلت وأقول أنت تحاول أن تفهم هذا النص قدر المستطاع. الأمر الآخر، كما أننا نأخذ على ذي الرؤية أنها تترك التماس علل الأحكام للناس، فالشرع لا ينتجه الدهماء كما قلت، وإنما يستخلصه ويستنبطه أولو النهى والعلم من وحي السماء ويبرزونه للناس من خلال اجتهادهم عسلا مصفى. والله يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أي هناك طائفة من الناس تشتغل بالعلم وتشتغل بالفقه وتبلغ درجة الاجتهاد، ثم تصل من ذلك إلى الأحكام الشرعية التي تعرضها على الناس والتي تيسر بها أمور الناس، شريطة أن تكون هذه الأمور أمورا اجتهادية منضبطة بضوابط الاجتهاد ومنضبطة بضوابط الشرع. الأمر الثاني أننا نعمل العقول في الفهم، لكننا لا نترك العقول على هواها ولا نترك العقول حسب ما تشتهي، أو لا نترك للعقول الحبال على الغوارب كما يقولون، إنما تنشط العقول في أطر الوحي الشريف وتنشط العقول ضمن ضوابط الاجتهاد الشرعي الذي حدده فقهاء الشريعة الإسلامية. لا ينبغي أن يخرج علينا واحد من الناس هو لا يفقه القرآن الكريم، وربما لا يستطيع قراءة القرآن الكريم، هو لا يفقه اللغة العربية ولا يعرف أسرارها ولا يعرف علم الاشتقاق ولا يعرف بلاغة العرب ولا يعرف نحوا ولا صرفا، وهذه اللغة هي التي نزل بها القرآن الكريم، ثم يريد أن يجتهد وأن يخرج على الناس بآراء شاذة لا تمت إلى الشريعة الإسلامية. المهم أن أبرز ما تستند إليه هذه الرؤية أنها تقف عند حرفية النص وأنها تلغي العقل، ومن إبطالهم للعقل في فهم النصوص اتهامهم للرأي واعتسافهم في رؤيتهم لأتباعهم كما قلنا. يعني هؤلاء ينفون الرأي وربما يطعنون في مدرسة الرأي المتمثلة في مذهب السادة الأحناف رضي الله عنهم. ومعنى أهل الرأي، ومعنى أن الأحناف أهل الرأي، ومعنى فقه الرأي، ما معنى الرأي؟ الرأي يعني الاجتهاد والأقيسة الدقيقة، فالأحناف هم أهل الرأي أي أهل الاجتهاد وأهل الأقيسة الدقيقة. ويكفي أن عبد الله بن المبارك كان يقول: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، فأبو حنيفة إمام متبع وأبو حنيفة إمام مجتهد يتبعه كثير من الناس في مشارق الأرض وفي مغاربها. أخطر ما في هذه المدرسة أو أخطر ما في هذه الرؤية ثمرات مرة لا يمكن أن يتقبلها الناس في وقتنا الحاضر. من الثمرات المرة، لكن قبل أن نسرد الثمرات المرة التي يعيشها الناس طبقا لما تراه هذه الرؤية الحرفية، ينبغي أن نقف عند أمر مهم، ألا وهو أن الفهم الخاطئ يقود إلى إضلال كثير من الناس. يقولون نصف طبيب يفسد الأبدان، ونصف نحوي يفسد اللسان، وأنا أقول نصف عالم
يفسد أديان الناس، وينبغي للمجتمع كما قلت ألا يثق في الفتوى وألا يطلب الفتوى إلا من أولي النهى، إلا من العلماء الربانيين الراسخين في قضية الاجتهاد وفي قضية فهم الشريعة الإسلامية. وإلى حلقة أخرى إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.